السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة في الأجندة هذا الأسبوع حصول الإمامة الجهل وتزييف الوعي اليمن في قمة الخليج السابعة والثلاثين الاماميون يسابقون الزمن لتغيير ثقافه الناس وعقائدهم في المناطق الخاضعه لسيطرتهم. الاماميون ينشطون بقوه في المدارس والمؤسسات التعليميه والملتقيات ووسائل الاعلام للقيام بعمليه تلويث ثقافي واسعه النطاق لاذهان اليمنيين حتى لا نقول غسيل دماغ. الاماميون يدركون انها المحاوله الاخيره لبقاء مشروعهم السلالي، وأن الوقت ليس في صالحهم ما لم يعملوا بقوة في نشر أيديولوجيتهم المريضة على أكبر شريحة ممكنة من اليمنيين. إنهم بحاجة إلى محاضن اجتماعية. محاضن اجتماعية موثوقة يتحصنون بها من غضبة اليمني الحر المتحفز لاستعادة جمهوريته، واستعادة ذاته اليمنيه المفقودة. ولذلك يذهبون إلى المدارس لإلقاء المحاضرات على الطلاب، وتنتشر نساؤهم في أوساط اليمنيات لنشر الأيديولوجية الإمامية، وينشط مثقفوهم ومثقفاتهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمدني للتخفيف من حدة الكراهية ضد المشروع الإمامي والأيديولوجية الإمامية، بطرق عديدة وماكرة ومكشوفة. واليمنيون الاحرار يراقبون هذا النشاط الامامي بكثير من القلق والغضب والاصرار على استعاده الجمهوريه والحريه والكرامه مهما كانت التضحيات التحديات امام الاحرار اليمنيين كبيره جدا لكن تجاوز هذه التحديات ليس مستحيلا وعلى احرار اليمن ان يتعلموا الصبر من الاماميين انفسهم فقد ظل الإماميون يخططون ويرسمون ويدبرون ويوزعون الأدوار ويحافظون على جذوة المشروع الإمامي كامنة في النفوس أكثر من خمسين عاماً بعد ثورة 62 وها هم اليوم يظنون أنهم يكتفون ثمرة ذلك الصبر والتخطيط والتدبير في السر والعلن وها هم اليوم يسابقون الزمن كما قلنا لتحصين مشروعهم من اي انتكاسه قادمه ولهذا يحاولون ضمان اكبر قدر ممكن من الانصار والاتباع اعلاف الحروب معولين على اتساع قاعده الجهل في بعض الشرائح اليمنيه وخصوصا في المناطق التي ظلت بعيده عن تاثير القيم الجمهوريه والثوريه طوال فتره حكم المخلوع صالح خائن الجمهوريه و... لقد كان الجهل دائما هو حليف الامام الاول وحصنها الحصين ويمكن تشبيه الجهل بمقطع الحجاره التي يبنى بها المشروع الامامي مقطع كبير للحجاره كانت الإمامة تستقطع منه لبناء مشروعها الكبير فالإمامة في حقيقتها فكرة لا تصلح للاستهلاك الآدمي ولا يمكن لانسان سوي ان يكون اماميا. لا يمكن لانسان سوي ان يكون اماميا. والاماميون السلاليون يدركون هذا جيدا، ولهذا يعملون دائما على تجهيل اكبر قدر ممكن من الناس كمقدمه لتزييف وعيهم. واذا كان هناك من شيء يشكرون عليه نظام صالح فهو انه قد حافظ لهم على اكبر شريحه ممكنه من اليمنيين الاميين واشباه الاميين مناطق شبه كامله حافظت على قيم الامامه في ظل النظام الجمهوري تحت سمع وبصر نظام المخلوع وشركاه مناطق كانت تحرص الامامه على بقائها خارج الجمهوريه خارج اسوار الجمهوريه حتى ياتي الوقت المناسب لاستعاده الامانه أمانة السلطة الإمامية على أكتاف ورقاب أبناء هذه المناطق المغيبة عن الحياة يدرك الإماميون أن الفرصة التي هوتتهم اليوم لن تتكرر على الأرجح لاستعادة حلم الدولة الإمامية التي ظلوا يحلمون بعودتها كرابة نصف قرن فالدولة اليمنية منهارة والعناصر الجمهورية الآن مشتتة، والرياح الدولية مشجعة على التفكير في استعادة الحلم القديم، وأهم من ذلك كله أن شريحة كبيرة من اليمنيين تقبع تحت خط الجهل والفقر والدغمائية. ولو أنهم ضيعوا هذه الفرصة فإن اليمن سيذهب بعيداً عن أيديهم، لأنه موعود بيمن مختلف سواء على مستوى الشروط الاساسيه لبناء الدوله او على مستوى شروط الوعي فعلى مستوى شروط الدوله يدرك الاماميون خاصه والانقلابيون على وجه العموم بان التحول من الصيغه المركزيه للدوله الى صيغه الدوله الاتحاديه سيقضي على جهودهم في السيطره لان الصيغه الجديده للدوله ستعيد تشكيل خارطه القوى المحليه اليمنيه فتفرز قوى جديده مستقله لن ترضى بالخضوع للمشروع الامامي او مشروع المركز ايا كان وستفضل هذه القوى الجديده التفكير في مصالح الاقليم الخاص بها بصوره اساسيه وهنا ستتشكل مصالح جديده اساسها المصالح الاقتصاديه اذ باستثناء الانقلابيين فان بقيه اليمنيين ليس لديهم مشاريع ايديولوجيه توسعيه او ذات رغبه في السيطره وعندما تغيب الايديولوجيا السياسيه بالضروره ستحضر المصالح الاقتصاديه الناس اما في صراع سياسي او في صراع اقتصادي اذا انطفات جذوه الصراع السياسي ستشتعل جذوه الصراع الاقتصادي وهو صراع تنموي مفيد وايجابي بشكل عام ومن المنطقي أن تدخل الأقاليم في سباق تنافس اقتصادي وتنموي يعود بالخير على أبناء هذه الأقاليم وهذا تحديدا ما يخشاه الإنقلابيون عامة والإماميون على وجه الخصوص لماذا؟ لأن انشغال الناس بالتنمية سيولد لدى الناس ثقافة ضد الحرب وضد الكراهية وضد الصراع الأيديولوجي سيولد بيئه ثقافيه معاديه لمشروع الامامه. لأن مشروع الامامه لا يقوم الا في جو من الصراع. جو من الاحتشاد والكراهيه بيئه كراهيه وبيئه صراع. فانت لما تغير البيئه وتخليها بيئه صراع تنموي سباق بدل سباك التسلح يتحول الى سباق تنميه فانت بتغير الـ 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 البيئه الارضيه الاساسيه للمشروع من المشروع الامامي. وهذا هو احد اسرار رفضهم لفكره اليمن الاتحادي اما على مستوى شروط الوعي التي ستتغير فان الاماميين يدركون ان خسارتهم العسكريه اليوم ستؤدي حتما الى تغيير نوعي في الواقع السياسي اليمني وتدرك ان اي تحول في البنيه السياسيه لليمن سيؤدي الى تحول اكيد في بنيه الثقافه والفكر داخل المجتمع اليمني لان البنى عاده متداخله ويؤثر بعضها في بعض. بنيه الثقافه وبنيه الاقتصاد، بنيه الايديولوجيا كلها مرتبطه بالبنيه السياسيه، اذا تغيرت البنيه السياسيه، الاسس السياسيه ستتغير بقيه البنى ويحدث تعديل يعني على طريقه احجار الدومينو التي تتساقط تباعا بتاثير الاخرى. وستتجه ثقافه اليمنيين حينئذ من ثقافه الحرب والصراع الى ثقافه البناء وسباق التنميه كما قلنا وعندها سيذوي المشروع الامامي ويموت الى ما شاء الله الاماميون يدركون ذلك جيدا ولهذا يسابقون الريح لتغيير ثقافه الناس وعقائدهم الان في هذه اللحظه الحرجه في مختلف المناطق التي يسيطرون عليها بمختلف الوسائل الممكنه لانهم اذا استطاعوا تغيير ثقافه جيل واحد من اليمنيين هم يقولون هكذا يعتقدون هكذا اذا استطاع اذا استطاعوا تغيير ثقافه جيل واحد من اليمنيين سيتولى هذا الجيل توريث عقيدته وثقافته الى بقيه الاجيال وعمليه التوريث بطبيعتها لا تسمح بمراجعه الموروث وتصحيحه، الذي يرث عقيده لا يفكر في مراجعتها ولا في تصحيحها، يتبناها ويقاتل من اجلها فقط. اي ان العقائد التي ستورث الان ستصبح بعد جيل او جيلين عباره عن طوائف تحمل بذور الصراع الابدي في اليمن، لا قدر الله. كما هو حاصل في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان التي ابتليت ببذرة الطائفية كما نرى. اذا فالمجتمع اليمني امام خطر حقيقي سيجعل الحرب الحالية بمثابة الرحم الذي ستتولد منه حروب كثيرة في المستقبل. الاماميون يبذرون الان بذور الصراع طويل المدى. صراع لن يرى فيه اليمنيون عافيه اذا نجح مشروعهم لا سمح الله. وهذا ما يجعلنا نقول ان التضحيه التي سنقدمها اليوم على مذبح الجمهوريه والدوله الديمقراطيه ستحمي مستقبل اجيال اليمن من اعاده انتاج هذا الصراع مره اخرى في المستقبل. ومهما كانت هذه التضحيه مؤلمه اليوم فان واجبنا الاخلاقي والوطني اتجاه ذرياتنا من بعدنا يحتم علينا دفعها لسنا اول الشعوب التي تضحي ولن نكون اخرها والامم لا تعيش بالخبز والماء وحده فهذه مطالب حيوانيه خالصه الامم تعيش بالحريه في المقام الاول والكرامه والا فلا فرق بينها وبين بقيه الانعام قد يبدو هذا الكلام بلا معنى بالنسبه لاولئك الذين لا يشعرون بالحاجه الى الكرامه والحاجه الى الحريه وقد يبدو مبالغا فيه بالنسبه لاولئك الذين حرموا من القدره على استشراف المستقبل في ظل مشروع, مشروع الدوله الاماميه خاصه يعني وان الدوله الاماميه قد كشرت عن انيابها في الوقت الراهن قبل ان تتمكن فما بالكم بعد ان تتمكن لكنه مفهوم تماما هذا الكلام مفهوم تماما لدى الشريحة الجمهورية الحرة من اليمنيين وهي شريحة واسعة بحمد الله شريحة لا ينقصها سوى المزيد من التنظيم والتخطيط الجيد هذا ما ينقصها تحديدا ولهؤلاء واولئك نقول تعالوا نشاهد هذا المقطع المصور لشخص امامي يعطي محاضرة لطلاب مدرسة يمنية لنتعرف عن قرب على ثقافة أصحاب المشروع الإمامي وعلى تكوينهم النفسي العصابي وعلى أسلوبهم الذي لا يخلو من استغباء ودجل على المخاطبين في الفيديو المشار إليه يكف شخص كبير السن فيما يبدو يحمل سلاح آلي رشاش أمام طلاب إحدى المدارس اليمنية ويلقي عليهم محاضرة في في ماذا؟ ليس في علوم الفضاء بالطبع وانما في تكفير وتفسيق شخصيه تاريخيه قديمه من شخصيات التراث الاسلامي والتاريخ الاسلامي هي شخصيه عمرو بن العاص كلام المحاضر مبتذل يكاد يكون سوقي واسلوبه مبتذل ايضا وهو مجرد عينه صغيره لما تخبئه لنا الحركه الاماميه للمستقبل سنشاهد الفيديو ثم نعود للتعليق عليه. على على الأساتذة، على الشباب، يعني حديث بالتو، حديث يا شباب بالتو في المنهج، وأنا كنت أدرس في صنعاء، هناك حديث عن عمرو بن العاص، وفي رغبة عليه، عمرو بن العاص طلع الله

فقدوا في في عليه. أنتم يا سلام؟ نعم. المهم أننا نخرج من اليوم هذا المدرسة وقد أخذنا مادة العداء لاعباء الله والورى لأولياء الله هذا واجب ديني وهو من أغلب علم الإسلام من اليوم مصاعدا يجب على عمرو بن العاص كان يشرب الخمر وليس له اب معروف وعلى الناس ان يعطوا الولايه لصاحبنا الذي في الفيديو. طبعا كما نقول كل مره ليس من همنا في هذا البرنامج الدفاع عن الشخصيات والجماعات والمذاهب ايا كانت وايا كانوا. نحن هنا لمهمه محدده هي حمايه الوعي اليمني من التزييف والتلويث الذي يقوم به الانقلابيون في هذه الفتره على وجه التحديد بهدف الاستيلاء على السلطه وعلى مستقبل اليمنيين وعلى العقل اليمني. ليس من همنا الدفاع عن عمرو بن العاص الذي حاول المدرس الامامي تشويه صورته في الفيديو السابق ولا عمرو بن العاص يحتاج منا الى دفاع فعمرو بن العاص جزء من التاريخ الاسلامي وليس جزءا من العقيده الاسلاميه ولا جزءا من المستقبل الاسلامي. وكل الشخصيات التي عاشت في القرن الاول الاسلامي هي شخصيات من التاريخ بالنسبه لنا. والتاريخ منتج بشري خالص يكتبه بشر من أجل بشر وتوظيف التاريخ في الدعاية السياسية كما فعل الإمام السابق قد يأتي بالشيء ونقيضه إذ بإمكان بإمكان خصوم الإماميين أن يدينوا فترة حكم الإمام علي بن أبي طالب مثلا ولديهم شواهد كثيرة بإمكانهم مثلا أن يقولوا أن فترة حكمه كانت أسوأ فترة حكم في تاريخ المسلمين ففيها توقفت الفتوحات الاسلاميه، وفي فترته ايضا نشبت اول حرب اهليه بين المسلمين، وفي فترته تفرق المسلمون شيعا واحزابا، والقيت بذره الصراع الطائفي التي ما زالت تطرح ثمار الفرقه والاختلاف المر حتى اليوم، بامكان الخصوم ان يقولوا ذلك، اذا كان المساله مساله استشهاد بالتاريخ وصراع تاريخي، الاستشهاد بالتاريخ ليس في مصلحه احد. وهذا ولا يمكن أن نستشهد بأحداث فترة حكم الإمام علي بن أبي طالب لإدانة الإمام علي وهكذا والعكس صحيح بالنسبة لخصومه وهكذا فإن التاريخ التاريخ ينبغي أن يظل تاريخا يوظف في استنهاض الهمم واستنباط الدروس ولا يصلح مصدر للعقيدة والشحذ الطائفي إذا نحن بهذا الكلام لا ندافع عن عمرو بن العاص وغيره من الشخصيات التي يستهدفها الخطاب الامامي وانما ندافع عن مستقبلنا حين ندافع عن عقول ابنائنا من ان يغتالها هذا الخطاب المسكون بالكراهيه والصراع. هذا الخطاب سيغتال حقول الطلاب اليمنيين والاجيال اليمنية وسيغتال ضميرهم ايضا. اننا لسنا ضد الاختلاف في المذهب والراي كما نقول باستمرار وانما ضد ان ياتي فريق بقوه السلاح وبالهيمنه على مؤسسات الدوله ليفرض علينا فكره ومذهبه وامراضه الخاصه. وحين يقوم فريق ما بهذا الفعل فان الواجب علينا جميعا مناهضته بكل وسيله ممكنه. والحرب الحرب ما شرعت في الدين والدنيا الا لحمايه حقوق الانسان وحرياته. ولا معنى لاي حرب. لا تحمي الحقوق والحريات الانسانيه ان مواجهه هذا الخطاب الاستعدائي هذا الخطاب المستبد بالقوه المسلحه واجب واجب انساني قبل ان يكون واجب شرعي نقول هذا لمن يعتقد ان المساله هينه لا المساله ليست هينه ليس من الهين ان تاتي جماعه من الجماعات لتفرض رايها ومنهجها وأمراضها الخاصة على بقية اليمنيين رغم أنوفهم مشاهدين الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده للحديث حول مسألة المخاوف الخليجية المفترضة والكامنة وراء تأخير الحسم العسكري في اليمن حتى الآن لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا عقدت دول الخليج العربي قبل أيام دورتها السابعة والثلاثين بالعاصمة البحرينية المنامة وختمت الدورة ببيان مطول تناول الموقف الموحد لدول الخليج من القضايا الساخنة في المنطقة والعالم وكانت القضية اليمنية بطبيعة الحال ضمن هذه القضايا التي تناولها البيان ومع أن وسائل الإعلام المختلفة قد تناولت بالتحليل المفصل ما ورد في البيان إلا أننا في اليمن بحاجة إلى المزيد من التوضيح والتبيان ليس في موقف دول الخليج من حسم الصراع في اليمن لصالح الشرعية وحسب فهذا أمر قد اتضحت معظم أبعاده بجلاء ووضوح ودلت عليه المادة 60 المادة 60 من البيان التي جاء فيها أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحده اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في تدخل في شؤونه الداخليه كما اكد على اهميه الحل السياسي وفق المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الامن رقم 2216. اذا دول الخليج وفي مقدمتها المملكه العربيه السعوديه ما زالت عند موقفها من انهاء النفوذ الايراني في اليمن هذا امر واضح لكن الكثير من اليمنيين ما زالوا يتساءلون الى الان بعد عامين من اعلان عاصفه الحزم لماذا لم تتمكن دول الخليج او التحالف العربي حتى الان من انهاء الانقلاب الايراني على الشرعيه في اليمن طبعا البعض قد يطرح قد يطرح السؤال بصيغه اخرى قد يقول لماذا لم تتمكن الشرعيه من انهاء الانقلاب حتى الان هذا السؤال له اجابات كثيره محتمله بعضها يرى ان دول الخليج تتعرض لضغوط امريكيه قويه تمنعها من اسقاط الطغمه الفاشيه في صنعاء على اعتبار ان الطغمه الفاشيه في صنعاء هي طغمه او جماعه وظيفيه تحقق بعض المصالح الامريكيه المطلوبه بشكل عاجل في المنطقه. وبعضها الاخر يعتقد ان تباين مواقف دول الخليج نفسها من التجمع اليمني للاصلاح تحديدا وهو المكون الابرز في الشرعيه هذا التباين ربما هو الذي يحول دون تحقيق الحسم العسكري لصالح الشرعيه تباين داخل دول التحالف نفسها. وهناك رأي ثالث يعتقد أن السعوديه تحديدا تريد المضي في الملف اليمني بخطوات هادئه غير مستعجله حتى تضمن ألا يقع السلاح في يد جماعات غير حكوميه، جماعات مسلحه غير حكوميه بعد التحرير قد تتسبب في إعاده في إعاقه الاستقرار وتهديد المنطقه بالجديد. إجابات كثيره محتمله وغيرها من الإجابات المحتمله التي من بينها بالطبع عجز احتمال او احتمال عفوا عجز دول الخليج عن مواجهه التكتيك الايراني البارع في اليمن والمنطقه هذا احتمال ايضا ان تكون دول الخليج قد عجزت بالفعل عن مواجهه التكتيك الايراني في اليمن وكل راي من هذه الاراء السابقه يقدم حيثياته ويقدم شواهدها الداله على صحه ما ذهب اليه لكن هناك امر ايضا يحتاج الى ان نتوقف امامه. ايا كانت الاجابه الصحيحه على سؤال تاخير الحسم العسكري في اليمن فلابد لنا نحن اليمنيين من معرفه مساله غايه في الاهميه. تتعلق بحقيقه الموقف الاستراتيجي الخليجي من اليمن. الموقف الثابت من النظام السياسي في اليمن. وهي مساله يتجنب الخوض فيها الطرفان، الطرف اليمني والطرف الخليجي بسبب حساسيتها المفرطه والحديث فيها من منظور موضوعي قد يسهم في خلق راي عام متفهم لهذه المشكله. اعني مشكله شكل نظام الحكم في اليمن. لانه على الارجح على الارجح فان هذه المشكله هي التي منعت دمج اليمن في منظومه الاتحاد الخليجي حتى الان. وهي التي تجعل دوله مثل المملكه السعوديه في حاله توجس دائم من اليمن. فمن المعلوم ان نظام الحكم في اليمن هو النظام الجمهوري. في حين ان نظام الحكم في الخليج ملكيه يعني نظام ملكي وان اختلفت في دول الخليج عموما يعني هي نظم ملكيه بعضها ملكي، بعضها اميري، بعضها سلطاني، كلها يعني نظم ملكيه في نهايه المطاف وان اختلفت المسميات. وهناك فيما يبدو حساسيه غير معلنه بين هذه النظم في العالم المتخلف يعني بين النظم الملكيه والنظم الجمهوريه. وتحديدا الحساسيه تحديدا تاتي من جهه النظم الملكيه. لماذا نقول في العالم المتخلف؟ لان العالم المتقدم قد تجاوز هذه المشكله. تجاوزها باختراع ذكي وحركه بارعه اطلقوا عليها اسم الملكيات الدستوريه. الملكية الدستورية هي الاختراع الذي حل هذا الإشكال بين الملكيات والجمهوريات الحساسية الموجود بين النظم نظم الحكم الملكية والجمهورية لكن قبل أن نذهب إلى الملكيات الدستورية لا بد أن نجيب على سؤال لماذا تتحسس النظم الملكية من النظم الجمهورية في العالم المتخلف الجواب على ما يبدو لأن النظم الجمهورية في جوهرها تبشر بحكم الجماهير وخصوصا مع مشاريع الديمقراطيه. وهذا ما يجعل الحكومات الملكيه في العالم المتخلف في حاله حرج امام شعوبها. وفي حاله قلق شديد من عدوى الديمقراطيه. لماذا؟ لان النظم في الدول المتخلفه، النظم الملكيه في الدول المتخلفه ما زالت تفضل الجمع بين الملك والحكم. يعني الملك يملك ويحكم في آن واحد. لأن الحكم فيه امتيازات كثيرة لا يسهل التنازل عنها بسهولة يعني الملكيات في الدول المتقدمة مثلا اكتفت بمقام الملك وتنازلت للشعب عن مقام الحكم وبهذا أصبحت ملكيات دستورية أي ملكيات محكومة بالدستور وهي دساتير ديمقراطية بالطبع يعني الملك في بريطانيا أو الملكة في بريطانيا أو في غيرها من دول أوروبا الملك هناك يملك ولا يحكم. وهذا هذه صيغه ذكيه من قبل الممالك في تلك الدول لانه هذا افضل من ان تخسر تخسر الملك برمته. اعطت للشعب الحكم وحافظت على منصب الملك. بالعوده الى مشكلتنا في اليمن فان دول الخليج كانت تود على الارجح لو ان النظام نظام الحكم في اليمن ملكي على شاكلتها بل تود لو ان الجزيره العربيه برمتها كانت نادي ملكيات لان هذا يجعل السياسه اكثر اتساقا ويجعل اليمن مامونه الجانب من تصدير الثوره والافكار الديمقراطيه المزعجه ولولا ان الانقلاب في اليمن قد جاء مدعوما من ايران لتركتنا دول الخليج نواجه مصيرنا بمفردنا في احسن الاحوال ولعل هذه الجزئيه هذه الجزئيه لعلها تسهم في تفسير التردد الخليجي من حسم المعركه في اليمن. نقول لعل ولا نجزم بذلك فما زلنا في وسط المعركه وما زالت اسرارها كثيره وبعيده عن متناول اليد ولعلنا نكون مخطئين. لكن هذا الافتراض محتمل ومعقول. وكان بعض دول الخليج تريد تخليص اليمن من النفوذ الايراني بالفعل. لكنها في المقابل لا تريد ان يذهب اليمن الى الحاله الديمقراطيه بسبب الحساسيه المفرطه من الانظمه الملكيه القديمه الانظمه الملكيه التقليديه ما قبل الدستوريه بسبب حساسيتها من النظم الجمهوريه والديمقراطيه تحديدا، الديمقراطيه هي اللعنه التي البت العالم على ثورات الربيع العربي. لو كانت ثورات فوضوية، لو كانت ثورات من اجل مصالح ذاتية او مصالح اسرية وسلالية لربما دعموها. لكن لانها ثورات بشرت بالديمقراطية اصبحت لعنة على الجماهير. وهذا اصبح امرا مكشوفا للاسف الشديد. بالنظر الى المعلومة السابقة يمكن تفسير موقف المملكة السعودية في ستينيات القرن الماضي من الثورة في اليمن. ويمكن أيضا تفسير موقف الملك عبد الله من ثورة فبراير عام 2011 ويمكن أيضا تفسير تغاضي بعض دول الخليج أو دعمها للحوثيين حتى وصلوا إلى عمران. قبل أن يوجه المخلوع صالح طعنته النجلاء في خاصرة السعودية والخليج بتسليم العاصمه صنعاء ومؤسسات الدوله الى يد ايران غير الامينه. لكن الاهم من هذا كله هو ان نفهم طبيعه مشكلتنا نحن في اليمن مع دول الخليج. لاننا بهذا قد نضيق حجم الفجوه بيننا وبينهم، نحن جيران ومصيرنا مشترك ولابد من الوصول الى تفاهمات وازاله كل المخاوف. علينا أن نبني خطابا عقلانيا بعيدا عن خطاب النزك الثوري وخطاب الإثارة الديمقراطية لأن حتى الديمقراطية لديها خطاب مثير للحساسية علينا أن نفعل ذلك دون أن نفرط في تجربتنا الجمهورية والديمقراطية بالطبع علينا أن نتفهم مخاوف النظم الخليجية من هذه التجربة لكي نتمكن من تبديدها وفق منطق سياسي حصيف وصادق يسمح باقامه علاقه ايجابيه مع هذه الدول لانه كما قلنا المصير مشترك وكذلك على دول الخليج ان تعيد النظر في جدوى سياستها القديمه تجاه اليمن فما عاد من مصلحتها ولا من مصلحه العرب ان تترك اليمن واليمنيين نهبا للنظم السياسيه الفاسده والمستبده التي تحكمها لان هذا النوع من النظم السياسيه لا يوفر الا المتاعب للجميع دول الخليج جربت ذلك حين دعمت نظام علي صالح لقد كان من مصلحه الخليج والعرب ان يذهب اليمن الى دوله ديمقراطيه اتحاديه بدلا من ان يذهب الى حضن ايران هذا كان افضل ولو ان العقل السياسي الخليجي يفكر بطريقه استراتيجيه حكيمه لدعم الديمقراطيه في اليمن حتى لو جاءت بالاخوان المسلمين لان الديمقراطيه هي الضامن الوحيد لاستقرار اليمن والضامن الوحيد لقطع دابر العبث الايراني بامن اليمن من خلال بامن المنطقه من خلال اليمن. لقد تسبب نظام علي عبد الله صالح الفاسد بخسائر فادحه للسعوديه والخليج، كانوا في غنى عنها. وسيتسبب أي نظام سياسي قادم غير ديمقراطي في اليمن بأكثر من هذه المصائب للخليج واليمن وتجربتهم في النظام المصري الحالي أعتقد أنها تجربة كافية لربما لو تركوا عربة ديمقراطية تمضي في مصر لكان خيرا لهم لكانت مصر الآن جزء من حائط الصد المواجه للاطماع الايرانيه في المنطقه. لكنهم حين خذلوا الديمقراطيه خذلوا انفسهم. على العقل السياسي الخليجي ان يدرك ان انظمه العسكر المستبدين اشد خطرا على وجودهم وانظمتهم من الانظمه الديمقراطيه المسالمه. الديمقراطيه بطبيعتها مسالمه ليست عدوانيه ولا تؤمن بتفكير تصدير الثوره. وعلى العقل السياسي الخليجي ان يدرك ان الاثار التي قد تصيبه من عدوى الديمقراطية المجاورة أهون بكثير من مخاطر الأنظمة العسكرية المستبدة والتاريخ القريب نفسه يؤكد هذه الحقيقة والخليج لم يتعرض لتهديد واحد من قبل دولة ديمقراطية كل التهديدات التي طالت الخليج طوال العقود الماضية كانت من أنظمة, أنظمة حكم عسكرية مستبدة إذن بميزان المصالح والمفاسد بمنطق المصالح والمفاسد فإن مفاسد الديمقراطية على دول الخليج أهون من مفاسد النظم المستبدة وكما قلنا ونقول دائما الديمقراطية خيرها عميم على الجميع وعلى أنظمة الخليج ألا تكون حساسيتها مفرطة تجاه هذه الأنظمة ونحن في اليمن علينا ايضا ان ندرك ان دول الخليج قد تصل في لحظه من اللحظات الى صيغه الملكيات الدستوريه في يوم من الايام. التطور هو سنه الحياه. والملكيات الموجوده في الوطن العربي تسمح بالتحول الى ملكيات دستوريه. التجربه في في المغرب، التجربه في في الاردن تقول انه بالامكان ان نتدرج ولو ببطء في الصيروره من الملكيه المطلقه الى الملكيه الدستوريه ودول الخليج ليست بعيده عن ذلك. اما المشروع الملكي الذي يبشر به الاماميون فهو اخطر المشاريع الملكيه على الاطلاق ربما في العالم كله. لماذا؟ لانه لا يسمح لا يسمح بالتحول الى حاله الملكيه الدستوريه. الملكيه الاماميه طريقها مسدود، لا يمكن ابدا ان تتحول الى حاله الملكيه الدستوريه. لان فكره الامامه فكره الامامه هي ان يكون الامام متحكما واحدا قهارا مسيطرا على كل شيء في 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 البلد. ولو انهم تخلوا عن هذه الايديولوجيا لسقطت الايديولوجيا الدينيه بالمره، لو تخلوا عن هذه الفكره فكره الامام مطلق الصلاحيات ستسقط الايديولوجيا الاماميه من ورائها، واذا سقطت الايديولوجيا الاماميه سيسقط تباعا من ورائها او هكذا يخشون، سيسقط من ورائها النظام السياسي الذي تم بناؤه ولذلك هم سيحرصون باستمرار على بقاء مملكه او ملكيه ذات طابع شمولي مستبد. وهذه بلوى لم يبتلى بها شعب من الشعوب غير الشعب اليمني للاسف الشديد، ونسال الله ان لا يبتلى بها. أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه